السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم ان شاء الله اليوم في فيديو جديد، نتمنى انه ينال اعجابكم وتفرجوا فيه من الاول حتى الاخير لانه كله افاده واستفاده. اختي واللي اول مره كتشوف قناتي، معك هاجر، مرحبا بك اختي والف مرحبا. نتمنى تشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس باش دائما توصلي بالجديد ديالي. يلا البنات، ما بقى لي والو على 10K، عاونوني باش نكملها. يلا الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم الغزالات. يلا يلا البنات، يلا اللي كنتي اختي كتفرجي دابا وصلتي حتى لهنا ديري واحد اللايك بعدا هي الاولى، وشاركي اختي معايا، خلينا نوصلوا ل 10K ودائما ان شاء الله نبارطاجي معك الجديد. مهم هذا الفيديو هذا فيه جوله في واحد المحل اللي كيبيع حويجات فنين كيف ما كتشوفوا معايا، وغنقدر نعت لكم الناس ديالو ونوريكم فين جا المحل، ومن وراه ان شاء الله بناء على طلب بزاف ديال المتتبعات. والله العظيم ديما كتخليهم ليا البنات في لي كومونتير، هانا اختي صوبت لكم الحلوه ديال اوريو اللي طلبتوني عليها مرارا وتكرارا، راني درت الصيام متقطع ولكن ما كنقدرش نخسر لكم، ماشي مشكل، راني صوبتها وغنصوب لواحد الاخت اخرى بغات المسمن بورقه الفيلو. اختي تنتي راني ما ناسياكش، انا غنوري لكم الملبوسه، نشد لكم ولات المحل اختي لابساها بلاتي. المهم قولي لهم هذه الثمن، بيجي عندك كرواسون، كرواسون ديغام البنات، ولكن راه فنه. وكاينه هاد لونسومبل، هادي النوار بالبيج بحال الكحل والبيض بحال، المهم فنه هي. شوفوا شوفوا كنيمات ديال لا شوميز زوينه. المهم البنات، انا قالت لي ماما خدي هادي، ياك خليو لي في لي كومونتير وقولوا لي ما حسن، انا خديت هادي. المهم الا عجبتكم حتى هادي قولوها لي باش نرجع ان شاء الله ناخذها غدا. المهم جاوبوني جاوبوني جاوبوني، غير تقراو تشوفوا الفيديو صافي، حطوا لي في لي كومونتير اشنو نزيد. المهم ها انتم شوفوا هذه وعطوني الراي ديالكم، هذه راه فيرزاتشي ياك، تبارك الله كتحمق. المهم شوفوا لي هذه، راه تخزنها لي، نقولها خزنها لي تنعيط لها في التليفون حيت لا طاي ياك. المهم شوفوا، وعاد هنا المهم غنوري لكم بعدا من البوسه، ها انتم شوفوا لي جميله مرحبا بك جميله عندي فلاشين شوفوا تبارك الله جات كتحمق. المهم انا غنشوف شي وقيت وغادي نجيبكم ان شاء الله عند جميله وغادي تقيسها لكم، ماشي غير هي غتقيس لكم كل شيء وغادي تشوفوا. شوفوا تبارك الله جات، انا شفتها بعدا لابسه حمقاتني، قلت لها صافي غادي ناخذها ما فكرتش والله. وشوفوا البنات اللي دايرين الفوال، ها انتم راه عندها حتى لي شال، شوفوا الزيوفه بالالوان والاشكال اختي، اللي بغات شي حاجه ولا عجبكم شي موديل ولا شي حاجه تصيفطوا لها سكرين تجيب لكم اللي بغيتو. هانت هي زوينه، هانت شوفوا فاطمة الزهراء ها هي فاطمة الزهراء توحشتوها هي هي شوفوا لي هذه جميله، هذه غوب، هذه 250، هادي 250 راه فيها لا اون بياس، هذاك غير الداخل باش ما يدكلش بياس زعما كضرب ثاني وصافي. شوفوا هادي هادي سي غزاله، شوفوا هادي هانتوما، هادي شحال جميله، هادي 250 تاهي 250. والبنات راه ما نذاكروش الثوب، راه ما نقولش لكم الثوب واعر، الثوب بارد، هادو البنات اللي دايرين الحجاب وحتى اللي ما دايرينش الحجاب. المهم قولوا لي هما السراول هادو وهاد السريولات شحال جميله، 150 هادو 150 البنات، هادو كريب كريب داك الطايح داك المبرد، والفصاله راه ما نذاكروش. كتجيب البنات داكشي ديال ليكسبور وكتجيب كلشي، المهم اي حاجه بغيتوها كتلقاو عندها. هاد لا شوميز هي زوينه، فنه فنه فنه، شوفوا لي لولا تبارك الله، هادي هي زوينه. جيو عند جميله تبرعوا ليا، هادي شحال جميله، هاديك 170، هادي 170 البنات شفتوا. شوفوا لي هادي ديال طونطيل بصراحه، المهم شوفوا لي حتى هادي ديال طونطيل عجبتني، حتى هادي عجبتني تمزار، حتى هادي زوينه، هاد البيضه راه فنه اصلا، هادشي وين خارج دابا طوندونس، هادو طوندونس هادي تي فنه. المهم شاد دابا غتخلص اللبسه، ها انتم حقا شوفوا ها اللبسه راه خلصها شاد الفلوس، الفيلم كامل طالع على هادو. ماما خليها خليها دوز، خلي السيده تدخل، ما خلاوناش اختي نصور وما خلاوناش. شوفوا لي هاد لا شوميز هادي، المهم حنا غادي فنه راه فالي طاي فالي طاي، شوفوا لي هذه هي فنه. وهادو الملمر البنات حتى هو كاين، شوفوا لي هذه البنيات اللي كيبغيو يلبسوا هذا الشيء بحال هكا اوفر سايز وداك الشيء قصير، ها انتوما ها السريول ديالها،
شتو المهم شوف ولا شوميز راه خفيفه البنات. ودابا غنوريكم واحد الباج عجبتني هادي جميله هي راه فنه. هنا فاطمه صاحبتي فاطمه كيعجبوها هادو. هنا فاطمه جبت لك الجديد. يلا جا فاطمه تقداي هادي كتجي زوينه من الدوره هادي فنه يبغى تلبسها مع ماما راه منوره. غنخلي شي حاجه ونحل جاي كلشي البركه شتيها ما كتفلش معايا. شوفوا هذه كتعمق. المهم انا نخليكم لوكاليزاسيون غنخليكم العنوان فين جات جميله والنمره ديال التليفون. المهم انا صورت لكم غير شويه من بزاف يعني انتم ملي غادي تجيو هانتو يعني انتم ملي غادي تجيو راه تبارك الله كاين يتشاف. شوفوا هاد لا شوميز. المهم انا نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. صافي نخرج هانتو هادو البنات اللي دايرين الفوال وحتى اللي ما دايرينش حجاب هادشي ولا اصلا هو اللي كيتلبس دابا هاد العام خارجات شي لامون. كاينه هادي ابي كنتجي هادي عجبتني انا هاد الفاقه الخضراء غزاله وكلين مبرده هادي شحال تاهي الثمن؟ انا كيقولوا لي الثمن الثمن هادي 170 ها انتم البنات انتم راه فن. شوف حتى الجينات ها هما الجين اونلي ديال ليكسبور جي غزال توب ديالو غزال ماما كدور زوين الجين فن تجينا حتى هما شحال حتى هادو زوينين. شوف في الزهرة هاد لا شوميز الأورانج فنة هو اللي كاين دابا فنة سامبا جات غزالة جات زوينة الأورانج حتى هادي زوينة هو اللي كاين دابا فنة. هادي تاهي شحال هادي 170 تاهي 170 درهم كاع لي شوميز 170 درهم إلا البيضة اللي وريتكم ديال بحال الدونتيل فنة. وعليكم كدايرين لاباس عليكم اموركم مزيانه نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مهم هذا النهار الاخر ماشي في نفس النهار صوبت لكم الكيك بجوج الاولى راه في الثلاجه والثانيه يلا صوبت لها البسكوي ديالها. مهم كتاخذوا بسكوي ماريا صافي البنات كانت هذه هي الجوله في المحل. دابا غادي نوريكم العنوان بسكوي ماريا على هذا الشكل هذا كيكون العنوان 100% اكزاكت. المهم هنا كتعرفوا صالون بانوراما اللي جا في منظر العام راه هو كنا لكم هو اللي جا لهاد الشيء هادي. هذا المحل هذا جا في الظهر ديال يعني الصالون اللي كاين الثاني اللي كاين في الدار ديال بانوراما راه هذا هو المحل اللي حداه يعني راه صالون بانوراما وهذا هو المحل. المهم نتمنى يكون النعت باين وهكا ان شاء الله غنعاود نمشي عند جميلة وغنعاود ندير لكم عندها شي لايف ونشارك معكم العنوان بالتدقيق. المهم غنحاول ندخلو هاد الزبدة مزيان هكا في البسكوي بحال هكا سمعتوني ياك. المهم بحال هكا المهم صافي على هاد الشكل هذا. ودابا غادي نديروها في المول دابا غادي نديروها في المول غنديروها في الاطار او بلاتي نطلع الكاميرا. المهم دابا غادي نديروها في الاطار ومن بعد غادي نعاود نتلاقى معاكم. المهم غناخذو انا غناخذ هاد الطبسيل هذا هو اللي غادي نحط فيه. خاصكم تحطو ديريكت في الطبسيل اللي غتقدموا فيه صافي وغادي نحط البسكويت. صافي البنات دابا من بعد ما كديروا الطبقه الاولى اللي هي ديال البسكويت دابا غادي ندخلها للثلاجه وندوزو نصاوبوا الكريمه اللي غنوجد لها دابا المقادير. راه فهمتوني ديس كنوجد
وبالنسبه للكريمه فغنحتاجوا فيها اطر ديال الحليب، وهنا جوج معالق ديال المايزينا اولا النشا، ممكن تعوضوها بالدقيق حتى الدقيق يجي زوين زوين بزاف في هاد الكريمات هادو. غنديروا هنا جوج معالق حتى لثلاثه ديال السكر سنيده، وممكن تزيدوا نتوما تزيدوا يعني، وممكن تنقصوا يعني على حسب الاذواق. غادي نحركوا هادو مزيان، راكم عارفين باللي المايزينا كتهبط لتحت، فحركوها قبل ما تحطوها فوق البوطه. هنا زدت ساشي ديال الفاني دابا، وغنزيد ساشي اخرى مني غادي طيب الكريمه. ضروري غضيفوا لي صفر بيضه، هاد الصفر بيضه كيعطيها واحد القوام خطير 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 لهاد الكريمه هادي. الا ما بغيتوش ممكن تستغناو عليه. صافي هنا غادي ندير الشكلاط الابيض، الا كان عندكم متوفر، ما عندكمش ممكن حتى هو تستغناو عليه. صافي هنا غنضيف معلقه كبيره ديال الفرماج، اي جبن عندكم في الدار. اختي انا راه كنسهلها عليكم، راه كنسهلها اختي، راه كنحاول نبسط الحاجه، نبسط ما تمنيش هذا المصطلح، المهم نبسط الحاجه لاقصى درجه. صافي غادي نزيدو الفرماج، ما عندكمش هاد الجبن هذا زيدو اختي فريماج داك المربع اللي عندكم في الدار ديروه. صافي وغادي نخبو الكريمه فوق من الطاخت. هذه راه كتنفع بزاف 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 هاد الصهد هذا، وحتى الا جاو عندكم الناس وكانوا غيديروا عندكم الكوتي راه بالزربه كتوجد، يعني كتغطيها مزيان بالسلوفان وديريها لي اختي في الفريكو وتحطيها وتبرعي لي انت وضيافك. هانا اختي مولا التعليق، هانا وجدتها ليك. المهم راك شتي خويت الكريمه كنستفق منها اوريو، وكنخوي هذاك الخليط. هذاك الخليط راه فيه كاس ديال الماء، فلون ديال الكراميل، ومعلقه ديال السكر، يعني بحال الفلون العادي غير في بلاصه ما كديري الحليب كديريه بالماء. صافي كتجي الطبقه الاخرانيه بحال هكا، كتجي ترونسبارون، كتجي كتبين لك اشنو داك البسكويت، كتجي بحال الزاج، كتجي واعره في المذاق، كتجي خطيره. انا ما نقدرش نوصفها لكم. في العيد راه كنت درتها اختي، المهم البنات اللي كانوا بغاوها في العيد كنت درتها لكم بفلون ديال الشوكولات، يعني درت كاس الماء فلون ديال الشوكولات معلقه ديال السكر ولا جوج. صافي نفس الحاجه ممكن ديروها بالفريز، بالشوكولات، بالكراميل، اي حاجه ممكن تعوضوها، يعني اي نكهه ممكن تستعملوها في هذه الحلوه هذه. الصراحه جات خطيره، لا بالفلون ديال الكراميل ولا بالفلون ديال الشوكولات. انا ما كيعجبنيش الفلون ديال الفريز فما كنديروش. واختي طولت عليك، نتمنى تستافدي مني. صافي دابا غادي ندوز نوريك اختي هاد المسمنات المرقين اللي كيشهيو. الصراحه هذا الفيديو ديال غد ليه ماشي في نفس النهار. وصافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى من قلبي انه ينال الاعجاب ديالك وتجربي هاد لاغوسيت وتمشي تقدمي عند جميله، راه واحد البنت اللي هي طيبه وعندها حويجات اللي زوينين وما كتلقيهمش دايرين بزاف في السوق. صافي هذا ما كان، السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد يكون احسن من هذا. تسناوني في روتين اللي غيكون واعر ان شاء الله، وغادي ندير فيه المسمن بالورقه الفيلو اللي طلبت مني بزاف ديال الاخوات مرارا، كيحطوها ليا في اي فيديو كنحطو كيكتبوا ليا هذاك التعليق. يلا بسلامه عليكم، خليتكم في امان الله وحفظه. سلامه.